السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى مجمل القول وأبرز ملفات هذا المساء. الرياض تحتضن قمة دول مجلس التعاون الخليجي. الخليج، التكامل العسكري والأمني لمواجهة التحديات. أهلا بكم. الرياض استضافت اليوم اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 40 بدعوة من خادم الحرمين الشريفين. القمة بحثت عددا من المواضيع المهمة لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية. 40 عاما عمر المجلس واجهته العديد من الأخطار والأزمات وزالت، إلا أن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني مستمر طوال هذه العقود، عاملا على محاولة تقويض استقرار دول المجلس جميعا بلا استثناء، ولذلك استحق أن يكون من أبرز الملفات التي جرى تداولها بين قادة دول المجلس في محاولة لمواجهته وتحديد خطره. أهلا بكم. ها هو مجلس التعاون الخليجي قد بلغ أشده من الحكمة وبلغ 40 دورة، حتى إذا جاءت دورة الرياض هذه قالت الشعوب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك على هذا المشهد الخليجي الموحد. أعمال الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اختتمت اليوم بقصر الدرعية في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس. الملك سلمان خلال كلمته أكد أن المجلس منذ تأسيسه وهو متغلب على كل الأزمات، وليست إيران ومشاغباتها في المنطقة بعصية على الصف الخليجي الواحد. كما ثمن الملك سلمان جهود الأشقاء في اليمن للتوصل إلى اتفاق الرياض. وفي البيان الختامي أشاد المجلس بجهود أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، كما أشاد المجلس بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع والذي أكد على الموقف الموحد ضد الاعتداءات الخارجية. كما استعرض المجلس تطورات العمل المشترك لتأكيد أهمية الحفاظ على مكتسبات هذا العمل. وقد اطلع المجلس أيضا على ما وصلت إليه المشاورات بشأن اقتراح الجانب السعودي الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. أهلا بكم ويزام جديد إلى مجمل القول، وهذه الحلقة التي نخصص ملفاتها حول الحديث عن قمة مجلس التعاون التي جرت اليوم في العاصمة الرياض وأبرز قرارات هذه القمة. يسعدني أن أستضيف في هذا الملف الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليمان. وكما يسعدني أن أستضيف من المنامة عبر الأقمار الصناعية السيد سعد بن راشد المحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك سيد سعد. تسمعني استاذ سعد؟ نعم وياك، بس الصوت شوي. حياك الله واهلا وسهلا فيك. سيدات والسادة، فاصل قصير ثم نعود بعده للشروع في ملفات مجمل القول لهذا المساء، لا تذهبوا بعيدا.
اهلا وسهلا بكم الاعزاء من جديد الى مجمل القول، حلقه نخصصها كامله عن قمه دول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض هذا اليوم. يسعدني ان استضيف استاذ سليمان العقيلي الكاتب المحلل السياسي والسيد سعد بن راشد المحلل السياسي من المنامه. دعنا نبدا معك استاذ سليمان. بيان مهم جدا اليوم صدر عن القمه، كيف تقرا انت البيان الختامي لتلاه الامين العام اليوم عبد اللطيف الزياني وابرز ما جاء فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أنه اليوم القمة رغم أنها لم تستغرق وقتا طويلا إلا أنها زفت لنا الحقيقة من وجهة نظري بشائر، وهذه البشائر هي بشائر تماسك مجلس التعاون الخليجي ووحدة دوله وعودة العزة والتمكين له، ويعني بروز هيبته كمجلس متماسك له رؤية استراتيجية وتخطى نسبيا المأزق ما أصاب علاقاته الثنائية. واليوم الحقيقة بعد الاستهلال في البيان الختامي، وهو شكر الرئيس السابق والتهنئة برئاسة الجلسة لخادم الحرمين والشكر للسلطان قابوس على رئاسته الدورة السابقة، البند الموضوعي اللي بعدهم هو عن المساعي المشكورة لأمير الكويت، الثناء على مساعي أمير الكويت ودعمها ومواصلات واستمرارها والوعد بدعمها، وحتى يعني ذكر أنه الالتزام بنجاحها هذه المساعي. فأنا الحقيقة دعم لتلك الجهود، يعني نص استمرارها نعم. ودعمها ونجاحها. يعني إذا تبغى أقرأ لك البنود، لأن النص نعم النص مهم نعم، بس إذا تبغى بعدين نعم بعدين سنفصل في هذا إن شاء الله نعم. هذا أولا. ثانيا الحقيقة أن المجلس سجل مواقف تجاه كل القضايا العربية من السودان إلى ليبيا إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق فلسطين طبعا، أو القضية المركزية الأولى ابتدى فيها القضية الفلسطينية والقضية والتحدي الأمني الماثل في إيران طبعا. وطبعا نعرف ويعرف المشاهدون والمراقبون انه مجلس التعاون قام على اساس استجابه لتحدي امني في عام في مايو 1981، التحدي الماثل في الخطر الايراني بعد الثوره الخمينيه التي انفجرت في 79 وهددت بتصدير الثوره، ويعني انخرطت في حرب مع العراق، وكان هذا المجلس نشأ استجابة لهذا التحدي. اليوم بعد 39 قمة وفي القمة 40 ما زلنا أمام نفس التحدي نعم. الأمني نفسه الذي تمثله إيران. إذن نحن أمام منظمة حيوية مستعدة لمجالدة الأخطار، في نفس الوقت لم تتجاوز الأفكار الملهمة التي أشارت لها القمم السابقة وأحيتها من جديد. يعني مثلا الفكرة التي قدمتها المملكة، قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد، نحن كمراقبين اعتقدنا أن هذه الفكرة ماتت. اليوم المجلس أحياها وقال وأثنى على ما تحقق منها من منجزات، يعني الفكرة موجودة موجودة وتسير بالعمل، وطبعا وطلب مزيد من الاستشارات من وأسندها المجلس الوزاري ورئيس اللجنة المتخصصة. لأول مرة نعرف إن فيه لجنة متخصصة بفكرة الاتحاد الخليجي وأن لها رئيس وأنها توالي دراسة هذه الأمور. هذه نقطة. النقطة الثانية، الرؤية اللي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عام 2015 في القمة 36،
الرؤية التي وهي رؤية ملهمة لمجلس التعاون، يعني تحاول النهوض بالمجلس لكي يعمل على أسس قوية ومتينة وعلى رؤية استراتيجية وأدوات قوة صلبة وناعمة، وهي رؤية استراتيجية. نعم. اليوم المجلس أيضا ذكرنا فيها وقال أنجز بعضها وبعضها في طريق الإنجاز، ورحب بما تحقق من منجزات. نعم. إذن أنا سأتي لهذه التفصيلات إن شاء الله في سياق الحلقة، لكن في سؤال مهم جدا. هناك من راهن على تصدع المجلس خلال سنوات ماضية، لكن اليوم بعد هذه القمة يبدو أن ذلك الرهان قد تبدد، توافق؟ الذين راهنوا على الانهيار، مو بس فقط تصدع، انهيار مجلس التعاون، هم خصوم المجلس. أما الذين قلقوا على ذلك، ومن حقهم أن يقلقوا، فهم أبناء الخليج الحقيقة. يعني هو لما يتحول مجلس التعاون إلى ثلاث أقطاب، قطب يتكون من ثلاث دول، وقطب من دولة واحدة، وقطب محايد، هذا لا يبشر بخير. هذا كان الأمر خلال العامين الماضيين. اليوم أظهر المجلس الحقيقة مهارة في إبراز وحدته وتضامن دوله ووحدة استراتيجية ضد الأخطار المشتركة، ضد كل الأخطار المشتركة. نعم. وحتى إذا بعدين فصل سنأتي لها إن شاء الله. أنا أريد أن أنتقل إلى المنام والسيد سعد بن راشد. سيد سعد، الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين اليوم في كلمته أكد أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به طوال 40 عام. يعني هل تقرأ أنت في هذا إشارة ورمزية في الذكرى 40 للمجلس إلى ما يجب أن يكون عليه المجلس من اتحاد في المستقبل ضد ما يهدده؟ أولا يعني يجب أن نثمن جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه القمة، كما نبارك إلى المملكة العربية السعودية نجاح قمة 40 للقمة الخليجية، ونؤكد بأن المملكة العربية السعودية دوما حاضنة للجميع، وهي صاحبة القرار العربي والإسلامي. واليوم هذه القمة هي من القمم التي تميزت بها المملكة العربية السعودية من ناحية المخرجات، وهذا هو المهم. لا ننسى كذلك هذه القمة جاءت امتداد لقمم مكة التي عقدت، وخصوصا في القمة الاستثنائية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية لدول الخليج. النقطة المهمة والتي نرتكز عليها في كلمة خادم الحرمين الشريفين هي مسألة التكامل والتحديات في مواجهتها. هذه رسالة واضحة بأن المنطقة ستشهد تحديات مقبلة، ويجب على دول الخليج بأن تتحد بشكل أكبر وأعمق، وأهمية تفعيل جميع آليات التعاون. طبعا النقطة المهمة ونستذكرها دوما، نحن اليوم أمام عدو واضح، وهو العدو الإيراني، الذي منذ الثورة الخمينية لا زال يسيطر على اليوم أصبح يسيطر على دول عربية مجاورة لنا. كذلك قام بانتهاكات واضحة لحسن الجوار، كذلك قام بالكثير من التعديات على دولنا والقيام بعمليات إرهابية تضر الصالح الشعوب الخليجية والاقتصاد العالمي. وبالتالي اليوم خادم الحرمين الشريفين بعث رسالة جديدة إلى العالم، وخصوصا بأننا اليوم سنشهد هذه التحديات في ظل ما نشاهده اليوم من منطقة، خصوصا اليوم العراق هناك منتهكة من قبل إيران،
إيران، ولبنان كذلك منتهكة من قبل إيران، واليمن. وبالتالي اليوم أصبحنا أمام هذه التحديات، تغلبنا على الكثير من التحديات، منها الحرب العراقية، منها كذلك توفير الأمن الملاحة البحرية والتنسيق الكبير. اليوم أجبرنا اليوم دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي بأن يكونوا حاضرين في مياه الخليج العربي لتأمين هذه الملاحة البحرية، لتأمين الاقتصاد العالمي. وبالتالي اليوم أصبحنا اليوم أمام تحديات مقبلة، سنكون اليوم أمام من الأمور التي هناك تحدي قادم، وهو خصوصا في الفترة القادمة، وهي الانتخابات الأمريكية وما ستسفر عنه، سواء كان رئيسا جمهوريا استمرار دونالد ترامب، أو أن سيكون هناك شخص آخر من الحزب الديمقراطي، والذين هؤلاء الحزب قد جربناهم أكثر من مرة، خصوصا في عهد أوباما وما آلت إليه الأمور في المنطقة. وعشنا 8 سنوات عجاف، وكانت هناك فوضى وعدم استقرار في منطقة الخليج العربي. وبالتالي هذا الاجتماع يمهد لأهمية تحصين البيت الخليجي من أي سياسات قد تتغير أو غير ذلك، لدعم دول بعينها. وبالتالي اليوم أصبحنا هذه التحديات. أنا لفت انتباهي جدا بيان القمة بخصوص الاهتمام بعمليات التنمية في المنطقة والتبادل الاقتصادي. سنأتي لكل هذا سيد سعد بن راشد إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت، لكن دعني أنقل السؤال أستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، في حديث الملك حفظه الله قال على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول المجلس تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية. هذا في تحذير وتنبيه لهذا الخطر. هل تقرأ في هذا أيضا دعوة للتكامل في قبة دفاعية واحدة ضد هذه الصواريخ؟ أنا أعتقد أنه دكتور أنه دعوة للاعتماد على الذات أكثر. نعم طبعا المنطقة مهمة للاقتصاد العالمي ومهمة الاستراتيجيات الدولية، وهي جزء من جزء كبير من استراتيجية العلاقات الدولية. شاهدنا هجوم خطير على هذه المشاهد طبعا، ويعني لكن الملك الله يحفظه أكد على دور دول المجلس في الدفاع عن أمن الخليج وعن أمن الإمدادات وعن أمنها هم. حتى إذا لاحظت البيان تكلم عن المياه الاقتصادية، الدفاع ليس فقط عن الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، عن حتى المياه الاقتصادية. فالبيان الحقيقة يعني تقصد المياه الدولية، المياه الاقتصادية لا، حوالي 200 ميل بحري، لأنه المياه الإقليمية حوالي 11 ميل بحري. والمياه الإقليمية عادة جزء من أراضي الدولة، داخلة في السيادة، لكن المياه الإقليمية لا، هي تنتفع منها الدول المياه الإقليمية لكنها ليست جزء من السيادة. فاليوم البيان ومع حديث الملك يركز على القدرة الذاتية لدول المجلس، و أنها من الممكن أن تفعل ويكون لها دور وتكون نافذة في التصدي للاعتداءات وللعدوان إذا ما اتحدت دول المجلس. وعلى فكرة حنا لما نقول أنه اليوم البيان بعث الأمل في وحدة المجلس، هذا ما نخفي التباينات الموجودة بين بعض الدول ولا نقول إنها انتهت، إنما ما كان يساورنا من قلق على المجلس من تصدعات أو من انهيار أو من تفكك زال، لأنه وجدنا وحدة في الرؤية وحرص على مجلس التعاون، ليس في المواقف فقط بل بالأعمال. وهذا أكده خادم الحرمين الملك سلمان في القمة 39 في الرياض العام الماضي في ديسمبر من العام الماضي، عندما قال مجلس التعاون وجد ليبقى ويبقى ليستمر ويتطور. في المجلس اليوم فعلا بقى ويتطور بفعل، ولكنه
بفعل إرادة دوله، ولكنه يحتاج إلى الوحدة، وحدة متكاملة في القوة وفي القوة الناعمة وفي القوة الصلبة، وإنهاء الأزمات داخله. يعني مو من المعقول أن دولة من دول المجلس تغرد خارج السرب، وأن وتصير مصدر مثل إيران للشك أو للظنون أو للقلق أو مصدر للقلق، هذا غير جائز لمجلس التعاون. والحقيقة اليوم المجلس كما رحب بأمير دولة بن ساعي أمير دولة الكويت وقال أنها متواصلة، هو الحقيقة أبدى تصميمه على إنجاحها. إنجاحها يستلزم إرادة من جميع الأطراف للتغلب على الصعوبات والاندماج في استراتيجية واحدة. هذا هو الحديث، هو لابد ان تكون هناك رؤيه واستراتيجيه تجاه الاخطار. يعني ما في، يعني ما في خلاف ان لابد ان تكون هناك خلافات بينيه ووجهات نظر، لكن في الرؤيه الاستراتيجيه وفي مواجهه الخطر الوجودي للمجلس كاملا، هذا هو، هذا اللي احنا نقوله. ونتمنى الحقيقه انه اليوم الافكار التي وردت في البيان الختامي والتي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين في خطابه السامي إنها تتجسد واقعا على الأرض. يعني التحدي الأمني هذا مواجهته تتخطى المواقف السياسية إلى تجهيز قوة على الأرض والبحر والجو، والمجلس اليوم لحماية هذه المنطقة. يعني لحماية هذه المنطقة. نعم، أنا أريد أن أنتقل للسيد سعد بن راشد في المنام. السيد سعد بن راشد، يعني عطفا على حديث أستاذ سليمان في تعليقه على كلمة الملك، يبدو أن المجلس كله متفق على ما جاء في كلمة المجلس، لأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سيد عبد اللطيف الزياني يعني أكد أن دول المجلس نصا تقف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد على أي من دول المجلس، وأن أي اعتداء على إحدى دوله هو اعتداء على جميع الدول في هذا المجلس. أولا طبعا التأكيد على أهمية وحدة الخليج العربي. اليوم لا يوجد اليوم أي دولة في دول الخليج مهددة بأي أخطار، فهي تهدد الخليج جميعا. اليوم خصوصا التهديدات الإيرانية التي دوما تكون تضرب، أكثر التهديدات الإيرانية هي تضرب المملكة العربية السعودية. لماذا؟ أول شيء لأنها هي عمق استراتيجي لجميع دول الخليج العربي، وثانيا اليوم سواء كانت تضررت الدول العربية سواء من الشمال أو من الجنوب، فهي تفتح الباب أمام المملكة العربية السعودية. فبالتالي اليوم أي تهديد نراه اليوم في المنطقة هي تشمل جميع الدول. النقطة الثانية واللي نؤكد عليها، اليوم دول الخليج العربي عندها سياسة مميزة وهي التنوع التحالفات في المنطقة. اليوم دول الخليج لن يكون هناك أي تحالف معين مثلا أن تلتزم فيه بشكل كامل مع الولايات المتحدة، هناك تنوع صار. اليوم عندنا تحالفات مع روسيا، مع أمريكا، مع الاتحاد الأوروبي، مع دول شرق آسيا، كل هذه التحالفات جمعت هذه وحدتنا. هذه اللي يميز اليوم دول مجلس التعاون، ان اليوم عندنا حتى منظومه التسلح، اليوم تسلح متنوعه من كل جانب، وبالتالي اليوم اصبحنا متحدين. وهنا النقطه التي ركز عليها الامين العام لدول مجلس التعاون، ان التكامل والوحده لا تكتفي فقط بالمواقف. اليوم حتى مواردنا موحده، اليوم الاتفاقيات اللي نشوفها، الاتفاقيات الدفاعيه، الاتفاقيات الاقتصادية، الاتفاقيات الأمنية، جميعها تؤكد بأن اليوم دول مجلس التعاون يمثل وحدة كاملة، وليس هناك أي حدود سواء كانت جغرافية أو غيرها، لكن خصوصا في المجال الأمني. اليوم المجال الأمني أتوقع اليوم تخطت دول مجلس التعاون أن يكون هناك بيننا حدود. اليوم المجال الدفاعي أصبحت اليوم كل الدول
مطالبة بحماية سيادتها وسيادة الخليج العربي، وأن تكون شريكة في الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب الخليجية. اليوم أنا كبحرين يجب أن أؤكد دوما موقفنا الحازم ضد من يعتدي على المملكة العربية السعودية، كذلك العكس المملكة العربية السعودية تقوم بذلك. كل دول المنطقة موقفنا واضح. اليوم هذه القمة أكدت رغم الخلافات الموجودة، أكدت بأن دول مجلس التعاون يعني جاء ليبقى وليس ليتفكك كما تصوره البعض، خصوصا من الدول الغربية، وهذا ما نؤكد عليه دوما. نعم أستاذ سليمان، هل تعتقد أن ما تشهد الدول العربية مجاورة لمجلس التعاون الخليجي من عدم استقرار مثلا في العراق في اليمن استشعرت دول المجلس يعني وتأثيرها على أمنها واستقرارها، لذا أتى اليوم هذا البيان القوي جدا؟ لا، في الواقع يعني مجلس التعاون هو يعني أكثر منطقة استقرار في المنطقة العربية ككل، وأكثر منطقة قوة على الأقل في القوة الاقتصادية والقوة الناعمة، ونعني بالناعمة الإعلام والثقافة والدبلوماسية والدور السياسي. ها، فلذلك الحقيقة المنطقة تحت الضوء. يعني أنا كمعلق ومحلل في القنوات الأجنبية غير العربية، يعني أجد الحقيقة أستغرب من اهتمامهم بتفاصيل قضايانا المحلية حتى في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية وفي الخليج ككل، إلى حد أنه إذاعة زي البي بي سي سوت برنامج عن الخليج، برنامج صباحي شبه يومي عن الخليج، والقنوات زي الحرة أيضا عندها برنامج عن الخليج، وكلهم الحقيقة وفرنسا 24 عندها إضاءات على صحف الخليج. هذه منطقة تحت الفوكس، ومنطقة مهمة استراتيجيا للعالم، ومنطقة مستقرة وفيها ثروات وفيها شعوب حية وناهضة وفيها حكومات رشيدة، فالأنظار وتلعب دور في منطقتها ومبتلات بتحديات خطيرة بجوارها، حروب وتهديدات لأمنها ولمكاسبها. ولذلك وضعها الحقيقة هو ما في شك أنه تحت الأنظار، وهذا مبرر ومفهوم. اليوم اللي ينبغي أن يكون اليوم هو أن تتقدم دول المنطقة في أولا في وحدة الموقف ووحدة الاستراتيجية، وأن تنزل قراراتها التي نراها في القمم على أرض الواقع لنراها ملموسة واقعا، خاصة في الأمن والدفاع. اليوم على فكرة البند المتعلق بالأمن والدفاع فيه المراقب يعني يلمس فيه نوعا من عدم الارتياح لدى التقدم في القوة التقدم في عملية القيادة المشتركة في البيان. يعني تلاحظ انه يعني يقول انه يعني يأمل بدفع العمل فيه قصور ميداني. فالبيان الحقيقة فيه كل ألوان المواقف السياسية، من يعني من حث على العمل ومن دعوة للوحدة ومن يعني حث على استثمار القوة يعني وسعيا للوحدة، في كل ألوان الموقف السياسي اللي ممكن تنتظرها من منظمة إقليمية. استشعار لكل ما يهدد هذا، كل ما يهدد. نعم. وتشريح للواقع اليوم. اليوم الحقيقة البيان أنا مرتاح له لأنه شفاف. يعني إذا استثنينا الاستهلال، طبعا دائما البيانات تستهل. نعم. باستهلال معروف في البداية للترحيب والشكر على من قاموا بأعمال الدورة السابقة واللاحقة. تجد البيان حقيقة يعني اليمن عطوه 10 بنود، إيران 7 بنود، يعني تجسيد للموقف
بشكل دقيق ومواقف تجاه كل من الولايات المتحدة ومواقفها تجاه الشرق الأوسط إلى إسرائيل وموقفها تجاه الفلسطينيين سأتي لها إلى إيران كلها سأتي لها كلها. إن سمحت لي أستاذ سليمان العقيلي السيد سعد بن راشد أرجو أن تبقى معنا السيدات والسادة فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال ملفات هذا اليوم حول بيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم في الرياض لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول وفي هذه الحلقة التي نخصصها بيان القمة الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم في الرياض. ضيوفي في هذه الحلقة السيد سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ سعد بن راشد المحلل السياسي عبر أقمار صناعية من المنامة. أهلا وسهلا بكما. تقرير نشاهده سويا ثم نعود للحديث فيما تبقى في هذه الحلقة لا تذهبوا بعيدا. التنسيق العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز حمايتها وأمنها كان ولا يزال من أهم أولويات اجتماعات المجلس ويحظى باهتمام كبير ومتواصل من كافة القادة. القناعة والإيمان بوحدة الهدف والمصير وكذلك الحرص على الشقيق كانت المحرك الرئيس لهذا التنسيق بدءا بالاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس في الرياض في عام 1981 تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات العمل العسكري المشترك وفق أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة لمجابهة كافة مصادر التهديد ومختلف أشكال المخاطر والتحديات التي قد تواجه دول المجلس عبر العديد من الاتفاقيات المهمة. اتفاقية الدفاع المشترك عام 2002 والتي تم التحول فيها من مرحلة التعاون إلى الدفاع العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون. أما الاستراتيجية الدفاعية عام 2009 شكلت خطوة أساسية على طريق بناء منظومة الدفاع المشترك ذات الرؤية الواضحة. قوات درع الجزيرة كذلك شكلت القوة العسكرية المشتركة لدول المجلس منذ عام 82 ليتم تطويرها لاحقا وتعزيز دورها وأنشطتها خلال السنوات القليلة الماضية. القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ومركز العمليات البحري الموحد بالإضافة إلى التكامل الدفاعي والاتصالات العسكرية المؤمنة كما الربط المركزي للقوات الجوية والدفاع الجوي المسمى بحزام التعاون وصولا إلى تأسيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية جميعها بالإضافة للخدمات الطبية والتمارين الدورية المشتركة حققت توافقا واضحا وساهمت في تعزيز العمل العسكري المشترك في كافة المجالات. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول. سيد سعد بن راشد من المنامة، أنا أريد أن أقف عند حديث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح، قال إن البيان الختامي للقمة المنعقدة في الرياض يفتح الباب لاجتماعات جديدة أكثر نجاحا، طريق المستقبل في المجلس والاجتماعات المقبلة خير من الاجتماعات السابقة، كيف تقرأ هذا الحديث؟ للأمانة بيان القمة الخليجية الأربعين من أقوى البيانات التي ظهرت في الفترة الأخيرة خصوصا في القمم. البيان احتوى على الكثير من خطط العمل والاستراتيجيات القادمة لتقريبا 5 إلى 10 سنوات قادمة.
البيان احتوى على أهمية التوحيد العسكري، التوحيد الأمني، التوحيد السياسي، حتى في مسائل الابتكار وتشجيع الشباب والبنية التحتية القانونية إلى دول مجلس التعاون. ركز كذلك على الجانب الاقتصادي وضرورة التكامل بين دول المنطقة. لا ننسى اليوم الرقم 147 مليار دولار حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون، هذا الرقم ليس بسهل. وبالتالي كل البيان الختام اليوم هو خارطة طريق لدول مجلس التعاون، وخارطة واضحة بأن هناك ستكون هناك اجتماعات تبشر بالخير بقرارات تنطلق من هذه القمة. أنا للأمانة طلعت على البيان الختامي و تفاجأت بحجم أهمية حجم الملفات التي وضعت في ذلك البيان. يعني تخيل لمسألة وصلنا أن البيان الختام كان مواكبا للتطورات بخصوص الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في عملية الابتكار وتشجيع الشباب والمرأة الخليجية، وكل ذلك يدل على شيء واحد، بأننا في الطريق الصحيح. اليوم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله نراها أمامنا واضحة الصورة. هناك تكامل، هناك التنسيق ما بين المواقف. لا يمكن اليوم أن نكون وحيدين في هذه التحديات التي نواجهها، وبالتالي البيان جاء متكامل من ناحية، سواء كان من ناحية أمنية، عسكرية، دفاعية، ونركز على كلمة دفاعية، كذلك جاء من الناحية الاقتصادية تم تغطيتها في البيان، نتكلم كذلك حتى من الناحية الاجتماعية والثقافية. وبالتالي نحن اليوم نؤكد دوما بأن دول مجلس التعاون أصبح اليوم بعد هذه القمة أصبحت رؤية واضحة. يعني لا يمكن اليوم أن نقفل أي شيء عن هذا البيان. للأمانة بيان جدا جدا متميز، احتوى على العديد من النقاط، احتوى على الكثير من الاتفاقيات وسير أعمالها في المرحلة القادمة. يعني لا يمكن اليوم أن نصف هذا البيان سوى أنه بيان تاريخي مهم في مسيرة دول مجلس التعاون. نعم سيد سليمان العقيلي، اليوم في كلمة خادم الحرمين الشريفين أمر مهم جدا، وهو وضع المجتمع الدولي أمام التزامات. يعني قال جلالة الملك تحديدا على المجتمع الدولي حماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة، يعني كأنها إشارة إلى أن هذا الأمر ليس فقط من شأن دول الخليج حماية، بل على المجتمع الدولي أن يقف موقفا صلبا أمام حماية إمدادات الطاقة والسلامة البحرية. هو دكتور غنام تعرف بعد ضرب الناقلات وضرب خط النفط شرق غرب في المملكة وبعدين أرامكو، كل هذه كان يعني كان من المفترض أن تحرك ردود فعل لدى المجتمع الدولي. يعني لأنه الحقيقة بالنسبة لنا في منطقة الخليج لو يكون في ردود فعل على مباشرة على أفعال غير مباشرة لم يتم الاعتراف بقيامها من قبل إيران، هذه تسبب في حروب إقليمية لا نعلم متى ستنتهي والمنطقة في غنى عن ذلك. لكن لما تتدخل الأسرة الدولية عبر مجلس الأمن أو عبر الناتو أو عبر منظمات قوية التكافؤ فيها غير موجود مع إيران، التكافؤ في موازين القوى العسكرية، بحيث أنه تلجم هذه الاعتداءات وتحقق فيها حتى تثبت يد إيران فيما حصل. ولذلك جاء الحقيقة هذه الدعوة من خادم الحرمين استشعارا منه بالقصور الموجود الآن في لدى المجتمع الدولي فيما يتعلق بالممرات البحرية الدولية وإمدادات الطاقة. يعني بالفعل هناك يعني رد فعل بارد من قبل المجتمعات الاقتصادية والقوى الاقتصادية الكبرى على هذه الأعمال العدوانية.
وإذا لاحظت الحقيقة أن المجلس دعم في بيانه دعم التحالف الدولي لأمن وسلامة الملاحة البحرية، نعم، وأعلن عن مشاركة عدد من دوله، أعتقد 5 منها انخرطت في هذا التحالف. هذا كله الحقيقة ليشجع المجتمع الدولي على الانخراط في منظومة أمنية قوية تحمي الإمدادات. وبعدين في نقطة مهمة الحقيقة، نحن إذا أصدقائنا وحلفائنا من القوى الغربية سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية تقاعسوا عن واجبهم المفترض في منظومة أمن الخليج، من الممكن أن يأتي من يملأ الفرق. ويعني دعوة خادم الحرمين هي بمثابة دعوة ولكن ضمنيا فيها تحذير من المستقبل المجهول الحقيقة، لأن الآن احنا على أبواب صراع دولي جديد أو حرب باردة جديدة. اليوم روسيا تتوثب والصين تبحث عن دور، وأوروبا شبه أنها أصبحت انكفأت. مستقلة، نعم، وانكفأت عن تحالف مع الولايات المتحدة. إذن هذا نتيجته أنه المناطق الاستراتيجية الدولية مثل الخليج يكون مستعد لمنظومة أمن جديدة تدخل فيها قوى دولية أخرى. وفي ذلك الوقت عندما يحين هذا الوقت فلا يلومن الغرب المنطقة أو يحذرها من شراء أسلحة من روسيا ولا من الصين ولا يهدد. أنتم الآن ما قمتم بواجبكم في لكن الملاحظ استاذ سليمان ان الصين كان موقفها يعني نوعا ما ضبابي عند الاعتداءات، يعني مع ان الصين يعني او شرق اسيا ياخذ 60% من امدادات الطاقه. لانه هذا واجب امريكا يا دكتور غنام، هذه مهمه امريكيه. اذا الصين وروسيا ينتظرون الولايات المتحده تفشل في هذه المهمه كي ياتوا. والحين انت لو لاحظت في انباء الان عن مناوره ايرانيه مع روسيا والصين في خليج عمان أو في المحيط الهندي بالقرب على مبعدة بسيطة من مضيق هرمز، هم ما قربوا عند هرمز ولا في الخليج علشان ما يحتكون في تعتقد فيها رسالة يعني. أيوة رسالة مهمة. فاليوم نحن يعني الكلام والمواقف التي يطلقها الملك سلمان يعني فيها تنبيهات وفيها دعوات صادقة، لأنه نحن في المملكة وفي الخليج القوى الدولية القوى الغربية الاقتصادية في غرب أوروبا وفي الولايات المتحدة هم حلفاء، وهم الذين تعاهدوا حماية وأمن هذا الخليج وشريان الطاقة لهم منذ القرن 19، منذ جاءت الإمبراطورية البريطانية. سنة عندي فاصل قصير سمحت لي أستاذ سليمان العقيلي السيد سعد بن راشد، فاصل قصير السيدات والسادة ثم نعود لاستكمال مجمل القول في جزئه الأخير، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أيها الأعزاء من جديد إلى مجمل القول في حلقة التي نناقش فيها بيان قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم في الرياض. ضيوفنا السيد سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، ومن المنامة أبارك مار الصناعية السيد سعد بن راشد المحلل السياسي. أستاذ سعد بن راشد في المنامة، اليوم في أمر مهم جدا في هالبيان وهو تأكيده على ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى
والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون والالتزام أيضا بمضامينها من جميع دول المجلس، كيف تقرأ هذا التأكيد؟ أولا اليوم الآن قبل قليل صدر بيان من وزارة الخارجية البحرين من قبل وزير الخارجية بعدم جدية دولة قطر في اتخاذ الموقف في حل الأزمة القطرية، خصوصا في اجتماع القمة 40. هذه نقطة. الالتزام مثل ما تفضل القمة البيان أكد أهمية أن تلتزم جميع الدول بالاتفاقيات الأمنية ومن ضمنها قطر. الأمر الآخر، شهدت لو نتذكر نسترجع كم سنة إلى الخلف، اتفاق الرياض 2013-2014 لم تلتزم فيه دولة قطر، وبالتالي جاء هذا البيان ليؤكد، وهو رسالة واضحة إلى جميع الدول وخصوصا دولة قطر، بأهمية أن تلتزم بهذا الاتفاق، وأن تكون جميع القرارات القمة التي ترأسها قادة دول مجلس التعاون أن تكون إلزامية للجميع، وأن يكون هناك يعني أن يكون هناك عمل مشترك بشأنها. اليوم لا يمكن اليوم دول معينة أن تقوم بحفظ أمن واستقرار وتقوم بجهود مضاعفة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وفيما تقوم دولة أخرى في نفس النسيج الاجتماعي بدعم هذه الجماعات، وبالتالي هذه رسالة واضحة جدا. واليوم بيان وزير الخارجية قبل قليل الذي صدر اليوم في وكالة أنباء البحرين يؤكد هذا الأمر. نعم، خصوصا أن هذه الدول كلها وقعت على هذه الاتفاقيات التي أبرمت في إطار مجلس التعاون. بالضبط. نعم. وهذا اللي اليوم اللي حادث، يعني اليوم للأسف الشديد كنا نتمنى اليوم حضور الأمير تميم لحل الأزمة القطرية وفتح صفحة جديدة وإنهاء هذا الخلاف، لكن على ما يبدو هناك مماطلة واضحة جدا من دولة قطر، وأن البيان الختامي يؤكد أهمية أن تكون كل الدول ملتزمة في جميع الاتفاقيات، خصوصا ونؤكد خصوصا الاتفاقية الأمنية. للأسف الشديد اليوم كدولة قطر وجودها في احتضانها للإرهابيين والكثير من الجماعات التطرفية. نعم، لكن المجلس يعني لكن المجلس أشاد بمساعي أمير دولة الكويت لرأب الصدع الذي شاب العلاقة بين الدول الأعضاء ودعمها. دولة الكويت لن تتوقف. نعم. دولة الكويت لن تتوقف عن الوساطة وتقريب وجهات النظر وغيرها، لكن في بيان وزارة الخارجية خصوصا لوزير الخارجية بأن دولنا ملتزمة بمواقفها ومطالبها لتحقيق أمن واستقرار المنطقة. اليوم وصلنا إلى مرحلة لا يمكن أن نجامل. اليوم هذه التحديات تتطلب علينا مواقف حازمة تجاه أي مخاطر خارجية، وبالتالي هل نفرط في الأمن مقابل تعديل علاقات أو مسار علاقات؟ هذه لا يمكن، واليوم دولنا لديها سيادتها ولديها نعم. مسؤوليات لحماية الأمن شعوبها. الأمن أمر وجودي أستاذ سعد بن راشد. أريد أن أنقل السؤال في جانب آخر أيضا عن الجانب الأمني وعسكري السيد سليمان العقيلي. يا أستاذ سليمان، قوات درع الجزيرة تشكلت عام 1982 ميلادية طيب في مواجهة خطر مشترك والتهديد وتصدير الثورة الإيرانية ذلك الوقت. الدفاع المشترك الخليجي عام 2002 دفاع عسكري أيضا يعني بعد حوالي 20 سنة. ثم استراتيجية دفاعية بين دول مجلس التعاون عام 2009 بعدها بسبع سنوات تشكلت قيادة عسكرية طبعا موحدة لدول المجلس. هل برأيك هذا سيقود إلى جيش خليجي مشترك مستقبلي أو تطوير لقوات درع الجزيرة أكثر؟ شوف طال عمرك، الجيش الخليجي اليوم هو الذي يربط على حدود دول الخليج وفي مياهها الإقليمية أمام عدو مشترك هو إيران. فإذا أرادت دول الخليج أن تقوي هذا الجيش وأن يكون فعالا وله قدرة مثل قدرة الأحلاف العسكرية
فلا بد أن تعترف بأن إيران هي العدو. وهي معترفة كل دول. أيوة اليوم في البيان كل دول الخليج الآن بعض دول الخليج يعني ممكن استشعار الخطر مكان يعني أقل من مكان. حتى الآن لهم علاقات حميمة مع لا إيران. أنت يعني تعتقد أنهم يستشعرون الخطر لكن في دولة أقل من دولة ممكن؟ لا أنا أقول لازم تعريف ما هو محدد للأخطار. الاتفاق على تعريف محدد للأخطار. ما في تحديد أكبر من في كلمة الملك اليوم سياسات عدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة. الملك الله يحفظه وضح الأخطار وكان واضح. نعم. وكان أرسل رسائل مباشرة وليست يعني غير مباشرة. إنما نحن نتكلم عن العمل المشترك يا دكتور غنام. نعم. نحن أمام عمل مشترك نجح في الاقتصاد ونجح في التنمية الاجتماعية ويعني نحاول اليوم أننا نصل للوحدة النقدية والمالية اللي البيان اليوم حدد 2025 موعد لها. في الميدان العسكري والدفاعي هذا ميدان الحقيقة يتحدد على ضوء الإرادة الدول في تحديد العدو. عندنا جيش خليجي وعندنا قوات مسلحة وعندنا قيادة مشتركة برية وقيادة مشتركة بحرية ودفاع جوي. اليوم لازم علشان نكون فعال هذا الجيش نتخلص من التحفظات على اعتبار ان ايران عدو، لان في دولة او دولتين ما هو راضين يعتبرون ايران عدو رغم اللي يسويه ايران من ضرب للناقلات ومن ضرب للمصافي والمعامل ومن ارسال الصواريخ وضرب المدن السعودية بالصواريخ الباليستية الايرانية حتى الان. فلذلك اليوم الدعوة للاتحاد والدعوة للإخلاص لأهداف مجلس التعاون هي في الحقيقة من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة، الاتفاق على تعريف الأخطار ومصادر هذه الأخطار. يعني ما في مجاملة. يعني اليوم إذا الخطر اللي يجي السعودية والكويت أو البحرين غدا سيأتي قطر والإمارات وعمان. وأنت لما تقرأ التاريخ يا دكتور غنام الإيرانيون سلطنة عمان كانت تسيطر على الموانئ الساحل الشرقي للخليج، كانت جزء من الإمبراطورية العمانية. من اللي سلمها لهم؟ الإنجليز في القرن التاسع عشر سلموها للإيرانيين. كانت سلطنة عمان خاصة الموانئ الجنوبية بندر عباس وهذه المناطق الجنوبية الموانئ الإيرانية في جنوب الخليج كانت تحت السيطرة والهيمنة والسيادة والسيادة مرفوع علم عمان عليها. فهذا التاريخ جزر الإمارات الثلاث اللي اليوم البيان أشار لها كانت تحت سيادة القواسم إمارة الشارقة ورأس الخيمة قبل اتحاد الإمارات العربية. نعم نعم اتحاد الإمارات عام 1971 نعم. واللي وكيف سلمت؟ باتفاق بريطاني إيراني عندما جرى الاستعمار عن الخليج في عام 1971 سلمت ليرة على هذا على أقل طنب الكبرى طنب الصغرى. نعم. وأبو موسى ظلت مشتركة وهيمن عليها الإيرانيون بالقوة. نعم. فيما بعد هذه هي الأخطار اللي يعرفها القاصي والداني واجه الخليج في خليجيون في غزو الكويت في غزو واجه الخليج في غزو الكويت في أزمة البحرين في تدبير الانقلاب. نعم. الإيراني المنظم للإطاحة بالنظام السياسي في البحرين عام. نعم. 2011 مؤامرة كانت ما هو ربيع عربي. نعم.
مؤامرة إيرانية، وكانت السفن الإيرانية في عرض البحر بتنزل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لو نجحوا في اقتحام مقر الحكومة. نعم. في البحرين. إذا أنا بس باقي نصف دقيقة. نعم. إذن هذه التحديات واضحة للدول، التحديات المجلس. واضحة علينا اليوم، على أخواتنا في الخليج أن يتحرروا من مخاوفهم الوهمية ذي، ومن من من الأخ الشقيق أو الأخ الكبير أو الصغير، كلنا في خطر واحد وكلنا في قارب واحد. الخطر الحقيقي هو من إيران اليوم. نعم. الخليج سيكون آمن ومزدهر بوحدته وبانسجامه وبتعريفه الجماعي لمصادر الخطر. نعم. سيد سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. سيد سعد بن راشد المحلل السياسي من الملامة، شكرا جزيلا لك. سيدات والسادة شكرا لكم، وحتى ملفات أخرى في مساء الغد في مجمل القول. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.